وشام في لحم يخضر كل واحد في سعر السبع تصحح دم حبار وطابة في ورقة محفل سيد البشير يا خريف رح شوف حالي رديف الدقلة فعراجينا هزوها من حينا باعوها بالدينار على سردي القنطار سيد البشير يا خريف رح شوف حالي رديف الدقلة فعراجينا. نحن هنا من سين البطالة والفقر والمجيرة والمرض فالشواطة لا محصلين منه حشي لكن بالصدفة جيت في نهار عجاج وشفتوا حال رديف معناها تقريبا شنو الوضع العام في تعرف اقل ريحة هب انه شوفوا انتم الستوك بتاع الفوسفات معناها تصور انتم اكثر من 1,800,000 طن معناها مستوكية في قلب مناطق معناها في قلب مناطق السكنية الاكيد انه باش يكون عندها تاثير وتاثير سلبي كبير معناها خاصة من حكاية البوسيير حكاية الغبرة نفسه كان في الغبرة حكيت معناها حكيت اصلا عمليه نقل الفوسفات لان الفوسفات ينقل من الجبال ينطق معناها عبر المناطق المسكونه وينقل في معناها شاحنات مكشوفه اللي هو المفروض انه ينقل في شاحنات مغطيه عمليه اصلا معناها التخلص استنزاف الثروه المائيه معناها السي بي جي قاعد تستنزف في ثروه مائيه كبيره ثم المساله الاخرى عمليه التخلص من المياه المعالجه اللي نعرفوا انه في عمليه الفوسفات اصلا عمليه عزل الفوسفات على ليبو على التراب يستعملوا البرودويشيميك هذيك يستخلصوا عمليه التخلص منها تم في مناطق معناها قريبه وين الابار معناها الصونات وين الابار معناها وين الطبقه المائيه والمنطقه اللي متركزه فيها الطبقه المائيه اساسا معناها هذه كلها تاثيرات معناها باش تاثر سلبيا على الوضع الصحي على الوضع البيئي تعرفوا حتى جماليا الريف تشوف فيه معناها حتى جماليا معناها منطقه تكاد تكون منطقه منكوبه معناها المنظر معناها يغلب عليها منظر السواد معناها بصفه قاتله معناها تشوف فيه وهذا واضح غازات كيميائية تأثر على المواطن وعلى الإنسان وظهر ذلك في كثرة الوفيات نتيجة الأمراض السرطانية نتيجة الأمراض هناك أيضا الأمراض الجلدية هناك أيضا الأمراض التنفس الصدرية إلى غير ذلك معناها المواطنين تو فردي في يعانوا من الأمراض هذه معناها نسبة كبيرة بعد الثورة خاصة بعد الثورة نسبة كبيرة تاع أموات معناها من نتيجة مرض السرطان كانت في الفترة هذه بعد الثورة نتيجة الفوسفات، نتيجة معناها الفوسفات لما يخرج. السلطة هي المسؤولة عن الوضعية هذه، لأنها ما حلتش المشاكل الموجودة في الريف، أنها كانت قبل أنه الغبرة إلى غير ذلك كانت تخرج وراء المدينة، القصبة اللي كانت تخرج في الغبار كانت تخرج فيها خارج الريف، لكن تو ما تنحت، ما عادتش موجودة. المياه المعالجه اللي نعرفوا انه في عمليه الفوسفات اصلا عمليه عزل الفوسفات على ليبو على التراب يستعملوا البرودويشيميك هذيك يستخلصوا عمليه التخلص منها تم في مناطق معناها قريبه وين الابار معناها الصونات وين الابار معناها وين الطبقه المائيه والمنطقه اللي متركزه فيها الطبقه المائيه اساسا معناها هذه كلها تاثيرات معناها باش تاثر سلبيا على الوضع الصحي على الوضع البيئي مسخ ما يشربش خلاص خاطر الجب ماشي قاعده تخدم بالماء العباد مرض الماء ما كانش عطش معناها لو كان ما جيتش عندنا شنين بتاتي ب 40 ب 50 الف معناها نموت بس الجميع المواطنين يقول لك انه الماء في الضيف كان صعب الشرب تحسوا ماء ثقيل ماء رزين ما تنجمش تشربه خلاص بالنسبه للشجرات هذوم الشجرات هذوم يسقوا فيهم بالماء نتاع لافيري نتاع الماء نتاع الفوسفات معناها شوف هذا الجر بالماء نتاع الفوسفات ايش جرالو شوف نسبة الناس هنا في الرضيف معناها نسبة سنون عالية ياسر حتى الأطباء يخدموا ياسر هنا في الرضيف أكبر نسبة هنا في المناجم هذا بصفة عامة برشا دراسات عملت على الماء تاع الرضيف الماء تاع الرضيف هو
très concentré surtout en fluor. La concentration est presque à 10 ppm par litre, il y en a 100 fois la normale. L'OMS, le monde a mis le sahar. عرفت الماء الصالح للشرب يتكون من 0.1 بي بي ام فليور. للاسف الرديف المياه الباطنيه الجوفيه اللي خارجه صالحه للشرب والتي يقع توزيعها عن طريق الشركه الوطنيه هو يحتوي على قرابه 10 بي بي ام يعني 10 بي بي ام يعني 100 فوا نورمال باش تكون عندها تاثيرات مباشره على فيما يخص الاسنان. تلاحظون في الرديف قرابة 90% من متساكني الرديف ولا الحوض المنجي بصفة عامة عندهم ما يسمى بالفليوروز. الفليوروز دونتير شو معناها؟ يعني هو تسمم خلايا الميناء تغيير انتوكسيكاسيون دو ليماي اللي هو عنده أول حاجة تأثيرات مباشرة يكون من ناحية الجمالية الاستيتيك دون تلقاه جون ومقام برشا اللي كان الفليور والماء البوتابل اللي نشربوه فيه باش يكون عنده تأثيرات على الأسنان، تأثيرات على المعدة، تأثيرات على اللورا، على الكلى، أمراض الكلى تريل بارتي في الرديف موجودة برشا، يعني كلي كالكيلورينال وموجودين كلي لتياز وموجودة الكليونفريتيكية، التهابات الكلى، لأن الكلى تعمل في مجهود أكثر من لازم باش تحاول تخرج هذاك في تحاول تخرجه من البدن. هذه تعرف انت انه اللي ما عندوش الماء يولي مبدئيا يلوج اعطيني الساعه اعطيني الماء اعطيني الساعه الماء يمشي في الروبيني فهمني احنا هذا ماهوش موجود.